نعم، هذه رأت ابنها في المنام والعياذ بالله كأنه يرجع ويستفرغ الشيء الكثير، وكانت ما تريد أن ولابس لبس المدرسة، وكأن يريد أن يذهب إلى المدرسة فمنعته. طيب، يعني هذه الرؤية أيضا يعني الحذر من قضايا العين والحسد على الأبناء. يعني المشكلة أن الأبناء الصغار، النبي عليه الصلاة والسلام، هذه طبعا سنة أيها الأحبة مهجورة عند كثير من أولياء الأمور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما تكلم قال إذا غابت الشمس أمسكوا صبيانكم، ما قال أمسكوا تلهوناتكم، ما قال أمسكوا تلهزوناتكم، ما قال أمسكوا ثيابكم، ما قال أمسكوا الأواني والجدور والعيش والحلو والقهوة والشاي والتمر، ما قال هذا، وإنما حدد صنف واحد، قال أمسكوا صبيانكم، يعني أخذوا عيالكم ودخلوهم في البيت، إيش نعمل فيهم؟ قال فإن الشياطين تنتشر تؤذي خصوصا الأطفال. فبالتالي أنا أنصح هذه المرأة صاحبة الرسالة أن تتلاحق عمرها إن صح التعبير وابنها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن إيش؟ عن رعيتها. فبالتالي اقرأي على هذا البنت على هذا الولد، وحصني تحصينا كاملا، لأن هذا نوع من الأذى، والعلم عند الله. نعم، معنا مريم، تفضل يا مريم.